فقرتنا الأولى رح نروح لعالم الطفولة ميسان، ورح نحكي عن المنعكسات التربوية على حياة أطفالنا بالمستقبل، علاقاتهم الاجتماعية ورسم الطريق النجاح لهالطفل بالمجتمع. يعني اليوم كتير من علاقاتنا زينب بنحس بلحظة من اللحظات أنه عم تفشل، إن كانت بين الأصدقاء، الأهل، الجيران، أو كتير من التفاصيل، أو حتى الأزواج. وإذا ما يعني أبحرنا بأسباب فشلنا أو مشاكلنا الاجتماعية، فينا نقول بلحظة من اللحظات يمكن ترجع إلى لحظات طفولتنا. مفهوم المساحة الشخصية للطفل مفهوم واسع وله العديد من الشروحات، واليوم زينب رح نتعرف عليه أكثر مع الأخصائية الاجتماعية والتربوية رولا بريمو. يسعد صباحك مدام رولا. صباح خير. صباح خير. يسعد صباحك وفصح مجيد ينعاد عليك بكل خير. شكرا وعلى الجميع ينعاد عليك وعلى يا رب. بلدنا شكرا كثير. خلينا نبدا، يعني اول ما نقول انه مساحه شخصيه للطفل، كثير من العالم ممكن تستغرب انه شو هي المساحه الشخصيه. خلينا اول شيء نوضح المفهوم والمعنى، بعدين بنفوت بالتفاصيل. تمام. هلا هو بشكل عام مفهوم المساحه الشخصيه للانسان هي مثل كره بيعيش فيها الانسان وبيتنقل. طبعا هي كره وهميه بتحافظ على الانسان من المحيط الموجود حواليه، بتحافظ بشكل مادي وبشكل معنى. هلا بالنسبة للطفل الموضوع أعمق وأصعب، لأنه الطفل بلحظة من لحظة بفترة من فترات عمره هو محتاج أنه يكون هاي الكرة ملغية، لأنه هو متواصل بشكل مستمر مع أهله. وللسنتين الطفل ما بيحس حاله أنه لسه انفصل عن أمه، بيحس أنه لسه مرتبط فيها. ففعلا أنه هاي الكرة بتكون أبدا ما نظابطة مع الأهل، بس اجتماعيا المفروض أنها تكون موجودة. نعم. عدم اختراقها مفروض انها تكون موجوده من اي عمر تقريبا مع هلا الطفل. هي الموضوع تعود، يعني كل شيء مع الطفل ما بيخلق فجاه. يعني انفصاله عن امه بيبدا بالسنتين، هو بيحس انه انفصل عن امه بشكل خاص وبيبلش بقى بيبني شخصيته، ببلش يتمرد. فمن هذا العمر نحن فينا فعلا انه نكون محافظين اكثر على هي الدائره. بس نحن من عمر مبكر بدنا نبلش نعيشها مع الاشخاص اللي خارج دائره الام والاب. يعني هذا الحكي قديش يمكن لازم يقتنعوا فيه الأهل بداية، يقتنعوا بموضوع المساحة الشخصية للطفل يعني، ويحترموها لحتى يقدروا ينقلوها لطفلهم ويقدر يفهم ويعيش هذا المفهوم بحياته اليومية. تمام. هلا مقدمه الفقره كانت كثير مهمه، انه نحن في بحياتنا كثير من المشاكل اللي نحن بنجهلها، والحقيقه هي انا عشتها كثير بمراحل عملي، بما اني كنت على تواصل مباشر مع البكالوريا والجامعه، مع الثانوي والجامعه، هي الفئات العمريه اللي بتحسي انه في عندها مشاكل ما عم تقدري تبرريها، فتبرير هي المشاكل كان يرجعنا للطفوله المبكره. فنحن بالمقدمه حكينا أنه نحن في كتير من علاقاتنا مبهمة، يعني مثلا رح أعطي مثال لأنه هو كتير موجود بحياتنا، بيت الأحمى، الجار، يعني الصديق، هدول الثلاثة، الشرائح الثلاثة يلي كتير مهمين بحياتنا، هن أكتر حدا بيخترق هي الدائرة. وفي أسباب، في أسباب مننا أنه عدم الدفاع عن نفسنا لعدم اختراقه، وهن أساسا ما بيعرفوا بوجوده. إذن فنحن لحتى نقدر نحمي الطفل بهي الدائرة الشخصية له، لازم نعرف شو هي الآثار السلبية اللي نحن عم نجنيها هلأ، حتى يصير عنا قناعة أنه فعلا بدنا نبدأ من أولادنا. طب مدام رولا، كيف هي الأم تعطي طفلها هي المساحة، وخاصة أنه مثل ما قلنا أنه مفهوم المساحة الشخصية للأطفال مبهم أو غريب عند العائلات وخاصة بسوريا؟ صحيح. خلينا نعرف كيف هيك بمنهاج يعني التربية المعاصرة أو الحديثة، كيف هي تعطي المساحة بدون ما أنه تتدخل بشكل مباشر، أو شو الممنوع وشو المسموح فيها؟ تمام. هلا اول دائره يلي بدها تشكلها الام مع طفلها هي من خارج الاسره، يعني هلا الام والاب والاطفال هن الخليه الاساسيه المعترف فيها عالميا للاسره. هلا نحن بمجتمعاتنا للاسف انه هي الدائره شوي مخترقه او كثير مخترقه من طرفين الاهل. فهلا لازم الام والاب يكون عندهم قناعه انه لا، نحن الاسره هي الخليه
خلية مغلقة. محبة الطرفين من العائلتين هي إسراء كتير مهم، إسراء عاطفي للطفل ولإلنا وسند لإلنا، بس هن خارج هي الدائرة. بس يصير عندهم هي القناعة بيعرفوا إنه هن المفروض كتير يبذلوا جهد كبير لحتى يقنعوا المحيط بهي الدائرة. يعني نحن بالحقيقة كتير مهمة صعبة علينا، لأنه نحن أساساً ما منحس إنه ابننا انفصل عننا حتى وقت يتجوز، ابننا أو بنتنا. فيعني المهمة كتير صعبة، ما بس عندنا قناعة فيها، يعني بضل الأهل من الطرفين بدون هذا الشيء من الطرفين. يعني بالحقيقة نحن كأبناء منحب إنه نبقى مستندين على أهلنا. هلأ هذا السند العاطفي لكل العمر بيبقى، بس هي الخصوصية يلي المفروض إنه لا تخترق، لأنه نحن أغلب مشاكلنا الأسري هي بسبب التدخلات الخارجية يلي بتصير. خلينا هيك نفوت يعني بأمثلة حياتية يومية وقت بدنا نحكي عن موضوع المساحة الشخصية للطفل، وخصيصا بنقل هي الصورة الحلوة من الأهل إلى الطفل. يعني كيف بيقدروا يزرعوا في هذا الموضوع؟ تمام. هلأ أنا بدي أعطي شوي مثال صادم، وبتمنى أنه ما حدا ينزعج مني. بيتمارس كتير وقت بيكون المولود ذكر، فنحن الصبي بياخد مساحة كتير مهمة عنا بمجتمعنا الذكوري. ففي عنا اختراقات وكتير حتى قد ما انكرنا بس هي كتير موجودة. اختراقات هي تعبير الأقرباء وحتى أحيانا الأصدقاء عن سعادتهم بالأعضاء الذكرية للطفل، فهي بيصير حتى مداعبة باليد أو بيصير اختراقات لفظية وكلامية. هلأ هي أسوأ شيء ممكن يتمارس على الصبي، ولازم يعني عن جد تستميت بالدفاع عن هذا الموضوع. وبعرف انه مهمتها كتير صعبة، بس رح اذكر بمثال شوي يعني ما بعرف اذا مناسب. انه القطة وقت بيجي حدا لياخد لأولادها بتطلع أظافيرة، والام عن جد المفروض كتير تبذل جهد كبير لحتى تمنع هذا الاختراق للطفل، لانه هو كتير بيعطي اثار سلبية على الكبر. فنحن بتقدر بحوار مع الاب، اذا الأب ما كتير قدران يحكي مع أهله هي فيها تحكي مع أهلها، وفيها أنه عن جد تكون صارمة بهذا الموضوع، أنه لو سمحتوا ولا بالمزح لا بالكلام ولا بالإيد. فهذا أول اختراق نحن عنا بيعطي سلبيات كتير للمستقبل. فهي المثال يعني هي لازم تكون مع المجتمع مع المحيط عم تدافع عن مساحته الشخصية لطفلة طبعاً، لحتى تقدر أنه تزرع فيه هذا الشيء كمان محافظته على هذا. يعني هو بيصير بيعرف انه هو في هذا الموضوع شخصي جدا. ما بيصير وقت هي بدها تقول له انه ماما ما بيصير حدا يمد ايده، ما بيصير حدا يحكي ولا بالمزح، هي كيف بدها تضمن هذا الموضوع اذا هي ما ضمنت الاهل؟ لانه الست والجد والعم والخال هدول اشخاص كثير ثقه بالنسبه للطفل ونبأ محبه، فهو كثير صعب انه يقدر يحط لهم حد. فالمفروض الام هي يكون سند له بهذا الحد لحتى ما يصير الاختراقات. يعني عم تحكي عن مثال، يمكن في كتير أمثلة كمان. تمام. مثل بيتبعوها مثلا بما يتعلق بالشكل، خاصة كتير. كمان للبنت أو الطفلة كتير. أو حتى بيتعلق بالمقارنة بينه وبين حدا عم تلعب معه. صحيح. حتى بيتعدى هذا الشيء لتصير بعد سن البلوغ بقراراتها الدراسية، علمي صحيح. أدبي بدي فوت كذا. هي المساحة كمان من هي وزارة قد كمان بتأثر كتير بتأثر الأم. يعني برجع بالأم. هلأ الأب كمان دوره كتير كبير، بس الأم على تماس والتصاق أكتر بابنها، فثقته بنفسه. يعني مثلا نحن إذا قاعدين بمجتمع ممكن أي حدا يقول للطفلة يي ليش طالع هيك ما بتشبهي أمك، أو مثلا يي طالع مثل عماتك. كتير بتنقال الكلمة، كتير بتنقال. فالبنت أول شيء بدها تصير تدور إنه شو النقاط السلبية بعماتها لحتى هن عم يتهكموا بالحديث عنها. فهي الأم ما لازم تسمح، يعني بغض النظر، لأنه نحن المعترف عليه إنه الكنة ما كتير صحبة مع بنات حماها. هلأ هذا موضوع شخصي بينه وبينهم، بس المفروض الطفل ما يكون عم بينحط بهي التجربة. فهي الأم لازم يكون عندها ردة فعل إنه إيه عماتها كتير ظراف، برافو. هي مو حفاظا على الشعور العامة، وهي المفروض تحافظ على شعورهم، بس هي حفاظا على بنتها لحتى ما تعود تحس بهذا الاختيار
الفراق، يعني عفوا مين جارتي او مين رفيقتي لحتى تكون هي عم بتقرر ثقة بنتي بنفسها؟ يعني كتير موضوع صعب، فالام عن جد لازم تكون دائما جاهزة لأي جواب دفاعي عن بنتها لحتى تتعود هي تدافع عن نفسها، بنتها او ابنها نفس الشيء. يمكن في بعض الاهل بيقولوا كيف انا بدي اعطي ابني هي المساحة الشخصية، بكرة بصير ما بقى بيقلي شيء عن حياته، بكرة بصير بيقلي والله انه هذا خصوصياتي ما تتدخل فيها. كثير بنسمع فعلا هيك اهل بيطرحوا هذا الموضوع، اذا علمته هلا انه ما بقى يحكي لي، بكره ما بقى بيحكي، ما بقى بعرف شو عم يعمل بحياته. كيف فينا نفرق بين الثقه المتبادله بين الاهل وبين موضوع المساحه الشخصيه اللي لازم فعلا ما تخترق؟ هلا هون بتبين نتائج اختراقاتنا اللي نحن وقت كنا اطفال وقت نحن عم نجي نربي اولادنا. نحن لازم يكون في مثل ما حضرتك قلتي ثقه متبادله، يعني لازم الطفل هو اللي يجي يحكي. نحن في عنا شغله كمان رح اقولها بالعامي انه بنحب نحط عيننا نحطها على عين الشخص اللي قدامنا للاسف. يعني هلا الام وقت بتكتشف شغله عن ابنها بتعمل كل شهادة انه تحسسه انه هي عرفت. لا، حسسيه انه ما بتعرفي لحتى تعوديه انه يعرف انه في هي المساحه الشخصيه يلي له اللي غير مخترقه. فيكي تعرفي وفيكي تداري هذا الموضوع بطريقه انه ما تكوني جرحتي شعوره. فشعورك يلي انجرح وقت كنتي صغيره عم ترجعي تمارسيه على ابنك. لا، خلينا نرجع نحن كاهل نبدا من جديد نتصالح مع نفسنا ونعرف انه نحن تعرضنا لمواقف سيئه بصغرنا بس نحن ما رح نرجع نكرر مع أولادنا. يعني مثلا الحقيبة المدرسية بعمر الروضة كتير ضروري الأم تكون دائما عم تفتحها وعم بتشوف في دفاتر في شغلات. المهم بالابتدائي ما بيصير الأم تفتح شنطة ابنها، بجوز هو حاطط رسمة راسم رفيقته، بجوز فيها أي شيء، هي الحقيبة خاص فيه. إذا كان بدها تطمن فيها بس ينام تشوف وما تحسسه أنه هي عم بتشوف شنطته بعدم معرفته، يعني تحسسه بأنه هاي لساته الموضوع سري بالنسبة لك أنا ما عم بخترقه، وتعمل تواصل بينه وبينه. عم تضحكي لأنه كشفتك لأنه كشفتك لقيتك لقطتك وعن جد عنا متعة. لا صراحة أنا هذا الشيء يعني كمان عم شوفه عند أصدقائي اللي أولادهم بعمر المدرسة، يعني دائما أنه أنا شفت وكشفت وعرفت وقالت لي وأنا ابني عم يقعد دائما جنب هي البنت وها ها ها وشوفوا ابني بلش يحب. لا ما نصح أبدا، ما نصح هي المشاعر بدنا نحترمها. كيف بدنا يبقى التواصل انه ابننا يحكي وقت نحن بنكون عم نحكي له؟ يعني الام ما بدها تقعد تقول له شو عملت وشو سويت وشو كذا، لا انا ماما اليوم عملت هيك سويت هيك. فوقت اللي هي عم تحكي له هو بيصير محتاج لماده بالمقابل يحكي لامه، فبيصير هذا الحوار بيصير بيحكي لها بس بيصير بيحكي لها بارادته مو بطريقه الاستنطاء. تمام، كثير بتفرق القصه. نعم، يعني عم نحكي عن مثل ما بيقول المثل اذا كبر ابنك خاوي انا صادقه. طيب خلينا نقول لك بس هو يعني المثل عفوا مو كثير صحيح. من صغر ابنك بدك تخاوي من صغر اي عمر هذا بدي اسالك من اي عمر لازم نبلش الام تعطي يعني المساحه الشخصيه للطفل؟ هلا نحن قلنا للسلتين كانت ملتصقه فيه بس هي بالمقابل خارج البيت عم بتحسسه انه لا مو كلهم بيقدروا يعملوا هيك. يعني مثلا اذا ماشيه هي وابنها بالطريق اجى حدا لا يعمل له هيك بتقول له لا عفوا لو سمحت، هي رح تكون رده الفعل شوي جفصه بس نحن شوي شوي مجتمعنا بيتعود. يعني ما بيصير انا ماشيه يجي شخص يعطيه بونبونه للطفل، ممنوع، هاي ممنوع ابدا. يعني كثير بتصير عنا وخاصة إذا كان الطفل ملفت للنظر شوي، فهي القرصة هي كتير كتير فيها إساءة للطفل. بس هي بلحظة من اللحظات بتكون الأم ما بتعرف شو بدها تتصرف، بيقولوا عنا إنه مثلاً ما عم تتقبل، ليش شايفين حالهم؟ لا لا، هي الموضوع موضوع تربوي مانو موضوع بس حكي عالم وحكي جيران. لا لا، يقولوا لازم يكون في بداية. نحن خجلنا من اللي أكبر مننا ومن جارنا ومن رفيقنا خلى كل النتائج تكون على ابننا. ليش ابني المنتهك؟ لا، أنا يكون ابني مربى تربية صحيحة ولا يكون جاري سعيد مني.
صحيح. يعني هو نعم. اغلى الابن اغلى. اكيد. نحن بنتشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، ونتمنى من كل الامهات تنتبه على يمكن هالامثله اللي اعطيناها بالحلقه. شكرا لوجودك معنا. العفو. شكرا كثير لك مدام رولا، وفعلا نتمنى يكون في وعي وفي ثقه بنفسنا كامهات وكاباء. تمام. وقت بدنا نربي اولادنا لناخذهم على المكان الصحيح والسليم. شكرا كثير لك. العفو.